نظم مركز عدن للبحوث الاستراتيجية والإحصاء ندوة جمعت كلا من محافظي المحافظة ومديري أمنها والعديد من الشخصيات بمناسبة انقضاء عام على تعيين عيدروس الزبيدي محافظا لعدن ومناقشة ما تم إنجازه خلال تلك الفترة. الإنجاز اللي موجود حاليا قد البعض يستصغر الإنجاز، ولكن بالنسبة للملف الأمني مثلا فين كانت عدن بعد ما استلمناها ما بعد الحرب مباشرة، والفرق الآن بعد عام كامل من العمل في إنجاز كبير بالنسبة للجانب الأمني، ولو كان في بعض الإخفاقات حاليا لا زالت مستمرة. كان أبرز تلك الإنجازات التي تم مناقشتها هي نجاح الخطة الأمنية بقيادة اللواء شلال علي الشائع الذي أشاد بتجاوز الثغرات الأمنية المحدثة من قبل الجماعات المتطرفة. نجدد عهدنا لله ولشعبنا بأننا إلى جانب قيادتنا في تطهير واجتثاث كل بؤر التوتر. في الأشهر الأولى على انتهاء الحرب كان الوضع الأمني متفلتا ولم يكن مختلفا، لكن ما ساعد على تحسن الأوضاع خلال عام هو تحدي السلطة المحلية للصعوبات بأقل الإمكانيات وتحقيق ما تم إنجازه مما يساهم في تحقيق المزيد من الأمن والاستقرار في عدن. مروى السيد، قناة بلقيس، عدن.